يقول السائل: هل الحنيفية تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام أم هي عامة لجميع الأنبياء؟ المشهور بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان حنيفا قانتا لله. الحنيفية ملة إبراهيم، هذا هو المشهور، وإلا كل أديان الأنبياء كل حنيفية، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف، هذا هو الحنيف. فهي بالمعنى العام تعم جميع الأنبياء، لكن بالمعنى الخاص خاصة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.